مكملين اخبارنا من عند نادي الزمالك. واستقرت اداره نادي الزمالك على سفر محمود حمدي الونش مدافع الفريق لانجلترا عشان يجري جراحه تقطع وتر العضله الخلفيه واللي تعرض ليها خلال مشاركته قصاد فريق سموحه في اولى مواجهات الدوري المصري الممتاز اللي انتهت بفوز الفارس الابيض بهدفين دون رد. خرج الونش مصاب واكيد عندها رغبه اداره نادي الزمالك ان هي تجري الونش الجراحه في اكبر مراكز في العالم متخصصه اكيد في هذه الجراحه عشان يقدر ان هو يرجع في أسرع وقت ممكن للملاعب باعتباره طبعا واحد من أهم الأعمدة الأساسية للفريق، خصوصا طبعا كمان أنه هو أصبح مهدد بالغياب لفترة طويلة نظرا لصعوبة الإصابة دي. والمنتظر أنه هيطير الونش لإنجلترا بعد الانتهاء من كل الإجراءات اللازمة للخضوع للجراحة والتأهيل قبل العودة مرة تانية للقاهرة. وطبعا نادي الزمالك أعلن تعرض الونش للإصابة بقطع في وتر العضلة الخلفية، هيغيب طبعا عن الفريق لفترة تتراوح ما بين الأربعة لست شهور قبل ما يرجع مرة تانية للتدريب. أكيد طبعا كلنا من هنا بنتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله. وعلى الرغم برضو من أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكورة في نادي الزمالك سبق لين هو اكد قبل كده ان موسم انتقالات نادي الزمالك انتهى في الميركاتو الصيفي بعد طبعا ما تعاقد مع يمكن 10 لعيبه وما تمش التدعيم او لن يتم التدعيم في يناير القادم، الا ان برضه اصابه الونش دي اجبرت الاداره على فتح الملف مره ثانيه للتعاقد مع مدافع في يناير. بتدرس دلوقتي برضه اداره الكوره في نادي الزمالك عده حلول يمكن ابرزها ان هم يأيدوا محمد عبد السلام مدافع الفريق واللي تم وضعه في قائمه الانتظار وعدم التعاقد مع مدافع من خارج الفريق أو البحث عن مدافع سوبر يتم التعاقد معاه في شهر يناير القادم.